وأنا فهمتكم، يعني عم أنا فهمتكم وفهمت الجميع. إنني أعي هذه التطلعات المشروعة للشعب، والأحداث اللي شفناها كانت في منطلقها احتجاز على أوضاع اجتماعية. لقد جاءت هذه التظاهرات لتعبر عن تطلعات مشروعة لمزيد من الديمقراطية. نعم، على دعم الديمقراطية وتفعيل التعددية والمزيد من الإسراع في جهود محاصرة البطالة، البطال، وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفقر والمحتاج والتصدي بكل حسم للفساد، ظواهر الفساد والرشوة. إنني أعي هذه التطلعات المشروعة للشعب، وأنا فهمتكم، يعني عم أنا فهمتكم، وأعلم جيدا قدر همومه ومعاناته، فهمت الجميع.